حل ان شاء ان الله. شاء الله. معنا اتصال تليفوني. الو، الو اهلا بيك، اتفضلي يا بكر، لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي مع حضرتك. ايوه يا دكتور، اهلا بيك. إيه، انا ابن اختي من يوم اتولدت وعندي 7 شهور او 8 كده، العضو الذكور دخل لجوه، وبعدين وديناه الدكتور وعمل له فحص يعني، ولغايه دلوقتي ما طلعش. هل حياته كده على طول ولا الوضع ايه؟ وهل تحتاج لعمليه ولا ايه بالظبط؟ هو عنده كام سنه دلوقتي؟ هل ايوه دكتور، عنده 7 شهور دلوقتي؟ عنده 8 شهور. طيب شكرا للاتصال. نعم، طب في حاجه تانية؟ لا بس انا عايز اعرف يعني هتتم العمليه ولا هي كده ولا ايه يعني؟ طيب. ولا ايه؟ طيب حضرتك فيلي، والدكتور الدكتور هيرد على حضرتك. اتفضل. كتير من الاطفال فعلا بيبقى الدهن في منطقه العنب، دي حاجه بتحصل في الاطفال الصغيرين، بيبقى اكتر شويه، وبالتالي القضيب بيبقى داخل الدهن ده، مش ظاهر يعني. برضه ننصحها الطبيب مختص يا لو نام على ظهره كده يا دكتور، افضل ان هم يشوفوه يتاكدوا شويه ولا برضه؟ هو عايز ينام على ظهره، وعايزين نبعد الدهن ده علشان يبتدي القضيب يبان. لو هو في الوضع العادي من غير تدخل من اي حد كده، القضيب بيبقى واقع جوه الدهن ده. دي حاجه بتحصل كتير في الاطفال الصغيرين، مشهور لو كانوا طبعا لو كانوا زايدين شويه يعني، يمكن على مثلا لما يبقى عنده سنتين، بحس انه يكون ابتدى ومشي واتحرك والدهون دي ابتدت تقل شويه، يمكن الموقف يتغير. الطبيب طبعا هو اللي هيقدر يقول انه هل فعلا القضيب بتاعه حجمه صغير ومحتاج تدخل هرموني. ساعتها بيبقى في تدخل هرموني عن طريق هرمونات تستعمل حتى بطريقه موضعيه يعني على هيئه كريمات، لو كان فعلا هو القضيب عنده اصغر من المفروض يكون. لكن يعني اطمنها ان كتير من الاولاد بيكون الحكايه بس انه شيء عادي، وتصبر عليه شويه، ما فيش مشكله يعني، تصبر عليه بس توديه للطبيب. لازم توديه الطبيب دلوقتي، لان احنا بيبقى عندنا فتره صغيره نقدر نستعمل فيها الهرمونات دي بعد كده. يعني لو استنينا بعد شويه ونيجي نستعملها ما تبقاش شغاله، ان المستقبلات بتاعه الهرمونات دي بتقل. فاحنا اذا اول اجراء لازم تروح للطبيب متخصص، لازم تروح للطبيب متخصص عشان يقول له هو محتاج نعمل له حاجه ولا احنا هننتظر عليه والموقف هيتغير. تمام، معانا اتصال تليفوني. الو الو، وقت التلفزيون من فضلك. من فضلك بقى، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي انا سؤالي نفس السؤال اللي قبله، بس انا وديته للدكتور ابني مرتين وقال لي مفيش حاجه، بس هو من هو برده طفل وهو القضيب بتاعه داخل لجوه، ودلوقتي عنده 5 سنين، كل ما اروح مفيش حاجه، بس مش عارفه اعمل ايه. لا لو الطبيب المختص بيقول حضرتك يعني عموما بس وزنه زايد؟ لا هو كان وزنه زايد دلوقتي خس خالص وطول. طيب في حاجه تانية؟ لا شكرا. شكرا. لا برضو يعني ننصحها تشوف طبيب اخر يعني، ولو قال لها برضو ان هو ما فيهوش حاجه يبقى خلاص يعني.